لا شوفي سيدتي الكريمة، لماذا قال البيان بأنه لا توجد قوات أمريكية في العراق؟ نعم. لأن تعليقات الخارجية الأول والثاني خارجية الأمريكية أشارت إلى وجود قوات أمريكية في العراق، هاي أولا. الشيء الثاني، اليوم واضح جدا أن الذي يقصف هم الميليشيات، هم الفصائل المسلحة، والحكومة العراقية بهذا البيان أرادت أن تحمل الفصائل مسؤولية استمرار تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية. هو طبعا ليس صحيح، ليس كذلك، لأن القضية أكبر من الفصائل وأكبر حتى ممن يقف خلف الفصائل ويدعم هذه الفصائل، سواء كان من القوى السياسية المشتركة في العملية السياسية أو بعض القوى الإقليمية. الغريب واللطيف والمضحك كذلك في البيان سيدتي الكريمة، يقول البيان أن العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة في جميع المجالات بما في ذلك العلاقة الأمنية منفصلة تماما عن مسار العلاقة مع قوات التحالف الدولي. طيب إذن الحكومة تريد تقول أنه إحنا صار لنا 4 سنين نتفاوض على التحالف الدولي، ما نتفاوض على القوات الأمريكية، لأنهما مساران مختلفان، مسار تواجد القوات الأمريكية في العراق ومسار تواجد التحالف الدولي في العراق. فإذن يعني هذا البيان الرسمي يؤكد كل ما يعني ذهبت إليه أنا شخصيا وعدد من الأخوة المحللين والمراقبين والمتابعين منذ 5 سنوات لحد الآن. كل كلامنا طلع صحيح وكل كلامنا طلع مضبوط. نعم. كلنا نقول يا جماعة الخير المفاوضات لا علاقة لها بالتواجد الأمريكي في العراق، وإنما الحديث عن تواجد التحالف الدولي